السلام عليكم. الصور والفيديوهات اللي شفتو حقيقيه ومن مدينه الناظور ومن اهم الشوارع الرئيسيه ديال المدينه. هادشي ماشي جديد، ولكن مؤخرا الظاهره استفحلات ولات موجوده في الشوارع ديال الناظور. وفوقاش كتبان ملي كتكون الشوارع خاويه من الغادرات الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج في هذا الفصل، هذا بالضبط ديال الخريف، فصل ديال الشتاء، كتكون الشوارع خاويه. كيبانوا هادو الوليدات الصغار اللي هما في سن التمدرس ضايعين في الشارع كيدوروا، اغلبيه ديالهم ماشي الحاجه هي اللي دفعتهم، ولكن هذه مهنه كيتاخذوها بعض الاباء وكيتاخذوها حتى مافيات وعصابات كتستغل دراري صغار باش كيخرجوهم للشارع من اجل التسول. باش نتعمقوا اكثر في هذه الظاهره هذه غادي تخليكم معنا ومع الاستاذ جابر زكاني، صحفي بموقع ريف ديال، اللي غادي يستضيف الدكتور مصطفى قريشي وسعيد اشرمتي رئيس جمعيه الريف الكبير لحقوق الانسان، واللي غادي يوضحوا لنا اكثر هذه الظاهره هذه، وغادي نحاولوا نفسروا الاسباب والدوافع اللي كيخليو هاد الوليدات اللي المكان ديالهم هو المدرسه يجوبوا الشوارع ديال المدينه ويمارسوا مهنه التسول. كنقول ماشي التسول لانهم في حاجه للمال او في حاجه للاكل، ولكن اغلبيه ديالهم كيتسولوا كيمارسوا مهنه ربما مرغمين من طرف الاباء ديالهم وربما من عصابات ديال التسول. شكرا زميل رشيد. اذا كما قال الزميل سابقا هي ظاهره كتارق البال، هي هم الهموم اللي تقاسمتوها معنا، صيفطوها لنا في التعاليق وفي الرسائل. غادي نحاولوا حتى حنايا نبلوروها بنقاش جدي. هذه المره غادي نستقبلوا مجموعه من الفعاليات المدنيه. نبداو بالدكتور قريشي، الدكتور مصطفى قريشي، استاذ القانون بالكليه المتعدده التخصصات بالناظور، وايضا الضيف الكريم سعيد الشرمطي رئيس جمعيه الريف الكبير لحقوق الإنسان. نناقشوا معهم هذه الظاهرة من حيث المسؤوليات القانونية، من حيث تنامي الظاهرة ديالها ومصدر ديال التنامي. سي مصطفى اللي غادي نبداو به، مرحبا بك. بداية الشكر جزيل لموقع رفدية على هذه الاستضافة وعلى إثارة هذه المواضيع والظواهر الاجتماعية المخلة والخطيرة في نفس الوقت. ظاهرة انتشار الأطفال في الشوارع وعدم وجودهم في المدارس ديالهم أو في الأسر ديالهم، أو ظاهرة ديال التسول ديال هؤلاء الأطفال في مجموعة من المرافق ومجموعة من الأماكن، هي ظاهرة خطيرة جدا غير صحية، لأنها كتجعل هؤلاء الأطفال في مكان غير المكان اللي خصو يكونوا فيه اللي هو المدرسة. إن كنعرفوا على مستوى الترسانة القانونية بالنسبة لوزارة التربية الوطنية هناك إلزامية تم دروس بالنسبة للأطفال إلى حدود السن ديال الإعدادي، وبالتالي هؤلاء يجب أن يكون مكانهم الطبيعي والأصلي هو المدرسة. وبالتالي هذا كيسأل مؤسسات الدولة ومؤسسات تعليمية على مصير هؤلاء الأطفال، لأن هذا الهدر المدرسي في السن المبكرة بالنسبة للأطفال هو خطر عليهم، لأنه يشكل خطر على صحتهم الجسدية، صحتهم النفسية، ممكن يتعرضوا لاعتداءات، اعتداءات من شتى الأنواع، وممكن كذلك أنهم ينحرفوا، وبالتالي يكون عندنا واحد الظاهرة ديال الانحراف اللي خطيرة في المجتمع. المسؤولية الثانية هي المسؤوليات التي كتعني بالشباب، بالأطفال من دور الشباب، من المسؤولية المتعلقة بوزارة الشباب، وزارة الحماية الاجتماعية اللي عندها كذلك دور في حماية هؤلاء الأطفال من كل هذه الاختلالات، وبالتالي هذه المسؤولية كتجلى في التأطير ديالهم، في التوعية ديالهم من خلال الأنشطة، من خلال وجود فضاءات اللي كنشطوا فيها اللي ممكن تخلي هاد الأطفال في حماية. وبالتالي هذه المسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية وكذلك بين الوزارات المعنية بالأطفال، إضافة إلى مؤسسات الأسرة. وهذه من بين الإشكالات اللي خطيرة جدا، هو أنه كيف يعقل أن الأسر تترك الأولاد ديالها وتسمح فيهم بدون أنهم ينتبهوا لهم في كيمشي، ولا أنهم يمشوا للمدارس ولا إلى غير ذلك. ولكن كاين هناك هذه الظاهرة ربما عندها تأثيرات على مستوى أو مرتبطة بشكل أساسي بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية. كنتحدثوا على البطالة، كنتحدثوا على نسبة الطلاق، كنتحدثوا على أزمات اجتماعية هي اللي كتخلق هذا الإشكال من إهمال الأسر.
إهمال الأسر لأبنائهم، وبالتالي هذا كيخلي لهم واحد المجال أنهم يشتغلوا، وبالتالي كيكونوا عرضة للاستغلال من طرف مافيات، من طرف مجموعة من الأشخاص اللي كيستغلوهم في أعمال تسول، اللي يستغلوهم في أعمال أخرى اللي هي خطيرة جدا. وبالتالي من خلال المنبر ديالكم كنتمسوا من كل السلطات ومن كل المعنيين بالأمر والأسر والمؤسسات التعليمية أنهم ينتبهوا لهذه الظاهرة ويحاولوا ما أمكن يوجدوا لها حل. هناك واحد المبادرة كديرها وزارة التربية الوطنية من الطفل إلى الطفل ومن التلميذ الى التلميذ، وانه تلاميذ كيخرجوا كيبحثوا على التلاميذ الاخرين اللي منقطعين على الدراسه ويحاولوا يشجعوهم يرجعوا للمدرسه. هذه مبادره طيبه. كذلك مبادره ديال المجتمع المدني اللي عندهم دور اساسي خاصه يشتغلوا في مجال الاطفال، انهم يخرجوا ويحاولوا يشوفوا الاشكال ديال هاد الاطفال ويحاولوا انهم يقنعوهم يرجعوا للمدرسه، ويحاولوا ان حتى الدوله تعطيهم دعم. كاين منظومه ديال الدعم الاجتماعي حاليا انه يكون دعم لهؤلاء الاطفال باش انهم يرجعوا كذلك للمدرسه حتى ما تكثرش هذه الظاهره، لان هذه الظاهره خطيره واللي غتشكل مستقبلا اطفال اللي غادي يوليو شباب في الانحراف في الاجرام اللي غادي يكون فيه خطر على المجتمع ككل. وبالتالي نتمنوا ومن خلال هذا النداء انه تضافر الجهود للجميع باش انه نحدوا من هذه الظاهره، لان هاد الاطفال غيتعرضوا للاعمال المسيئه، العنف الى غيرها من الاشكال اللي خصنا نحاولوا نحميهم ونبعدوهم على هذه الظاهره. وشكرا دكتور عفوا، وحنا كنتقاسموا او كنقسموا المسؤوليات. انت من العدد ديال المشاهدين الفوا منك ولفوا انك كتبسط المعلومه. مثال ملي كنهضروا على ميزانيات اللي كنبسطوها المواطن، ميزانيات المواطن بهذه الطريقه، بغينا المواطن يعرف شكون هما الاطراف المسؤوله على هذه الظاهره بالضبط، نعينوهم كقطاعات. ناهيك عن الاسره، كنهضروا على التنشئه الاجتماعيه ديال الطفل بما فيها الاسره الشارع الى اخره، ولكن شنو هما القطاعات المعنيه اللي نوجهوا النداء والقطاعات المعنيه واللي عندها مسؤوليه على حمايه هؤلاء الاطفال؟ اولا كنتحدثوا على المدرسه العموميه، وزاره التربيه الوطنيه، لانها باش تحاول ما امكن تحد من ظاهره هذا المدرسي، وان يكون هناك متابعه صارمه للاطفال اللي كي ينقطعوا على الدراسه او اللي كيغيبوا على الدراسه ديالهم، باش يكون هناك متابعه مع اولياء الامور ديالهم حتى لا تكثر هذه الظاهره. القطاع الثاني هو قطاع الامن، هو انه من خلال المراقبه، من خلال التتبع، من خلال التبليغ عن هاد الحالات، باش انه يتحد منها ويتحموا هؤلاء الاطفال من اي اعتداءات. القطاع الثالث هو قطاع الشبيبه والرياضه والشباب، قطاع الشباب بشكل عام، وقطاع ديال الحمايه الاجتماعيه اللي فيه واحد الجانب مرتبط بالطفوله، من خلال انه يكونوا فضاءات دور الشباب، يكونوا فضاءات الالعاب، يكونوا فضاءات التوعيه للتثقيف. وكذلك اضافه يعني هادو قطاعات اساسيه عندهم مسؤوليه حقيقيه، مسؤوليه مباشره. المسؤوليه الغير مباشره حنا المواطنين والمجتمع المدني كذلك، وخاصه الجمعيات اللي كتشتغل في هذا المجال، كنوجه لهم نداء انهم يديروا مجهودات باش انهم يحاولوا ما امكن يحتويوا هاد الاطفال، ويحاولوا ما امكن يوجهوهم ويحاولوا يدمجوهم مجددا في المدرسه. حاليا كاين هناك كذلك مشروع ديال مدرسه الجيل الثاني اللي كتحاول ما امكن انها ترجع الاطفال وترجعهم للمدارس وتحاول ما امكن تاهلهم مجددا في المجتمع. جد موضوع كبير وشائك ومهم جدا، اللي هو ماشي ظاهرة بل هو واقع ملموس كيتعاش في الناظور وفي مجموعة ديال المدن المغربية. ظاهرة ديال التسول ديال الأطفال القصيرين، ملف ماشي جديد، ملف عويص وكبير بزاف، اللي فيه مجموعة ديال المتداخلين اللي خص يلقيو لها حلول جذرية. وكيبان ليا بأن ما كاينش مجهود من أجل إيجاد حلول اجتماعية ولا اقتصادية في هذا المجال، ولكن المثير للاهتمام أكثر واللي كيدار واللي كيشكل خطر أكثر، بأنه حنايا كنشكو بأن هناك احتمال غادي تكون هناك شبكات منظمة خطيرة اللي كتقوم بدفع هاد الاطفال القاصرين. انا حنا شفناهم اللي ما كيتجاوزش السن ديالهم 11 12 ديال العام، اللي هو المكان ديالهم الاساسي، خص نورمالمون يكونوا المدارس والتعليم والتكوين، كنلقيهم في الشوارع في واحد المظاهر اللي هي كتبين على مظاهر ديال اللباس ديالهم، رث الجوع الوسخ ومجموعه ديال هاد المسائل هادو اللي ما كتعطيش واحد الصوره نمطيه جميله على المغرب، وكذلك على المنظومه ديالو المؤسساتيه والمنظومه الحقوقيه. حنايا كنتخوفوا بان هناك شبكات منظمه اللي كتدفع هاد المجموعات نتاع الاطفال من اجل التسول والدفع بهم لمناطق
اللي كيتعرف واحد التطور في مجال السياحي، وكذلك من اجل استهداف العطف نتاع امد المعره ولا ديال السياح. لهذا حنايا كمنظمه حقوقيه ما فاتئنا نطالب بالتدخل نتاع الجهات المسؤوله. ما كنقصدوش هنا غير عملات اقليم الناظور، ولكن كاين شق قضائي كذلك، كنشك واحد الشق قضائي، وكنعتقد بان المؤسسات اللي كتوصل المعلومه للنيابه العامه خص تبقى تخبر النيابه العامه، خصوصا ان النيابه العامه في الناظور تزخر بكفاءات قضائيه ممتازه جدا، وكنعرف منهم واحد العدد كبير كيشتغلوا في الملف ديال حقوق الانسان، خصوصا القسم ديال الاطفال، الشق ديال الاطفال والاخر من كبار القضاة ديال النيابه العامه اللي عندنا في اقليم الناظور. وهنا كنا خصنا نستافدوا من هذه التجربه الكبيره، من هذا الرسخ نتاع القضاء نتاع اللي عندنا الحقوقي، باش ندفعوا باش نحاربوا هذه الظاهره هذه، ونحطوا النقاط على الحروف من اجل نقضيوا على هذه الظاهره، وليس من اجل نقضيوا عليها من الجانب الاجتماعي، وكذلك محاربه اي جريمه تكون كتستهدف الطفل، وذلك في سياق حمايه الطفوله وحمايه ومحاربة انتهاك حقوق الطفل. هذا مشكل اللي كنتمناو باش تحرك النيابة العامة مع السلطات الإقليمية، وبأن نشوفوا الخدمة ديالهم ملموس، لأن ما بقاتش في الأوراق ولا في الكتابات ولا في المنابر الإعلامية، بل بقات بأن المواطن يشوف داك الشيء ملموس في اليومية ديالو الواقعية في المجتمع، ما نشوفوش الظاهرات هادو. كاين إهمال أسري كبير في المغرب كذلك اللي كيلعب واحد الدور أساسي، كاين مشكل ديال الأمهات العازبات اللي باقي عاد ما كاينش متابعة ديال هذوك الأطفال ديال الأمهات العازبات، لأننا حتى كاين واحد المسألة أخرى، لأن كيبدا حنايا منكبين على العمل فيها من أجل الوصول للحقيقة، بأن في هذه ال15 سنة الأخيرة تم واحد الارتفاع كبير وخطير ديال الولادات نتاع الأمهات العازبة، ولكن ما كنعرفوش مستقبل ومصير هذوك الأطفال ما المصير ديالهم. وهذا غادي نتواصلوا معكم إن شاء الله الرحمن الرحيم مستقبلا مع المنابر الإعلامية الشريفة اللي كتبغي توصل الحقيقة للمواطنين بطبيعة الحال، باش غادي نجبدوا واحد الملف اللي غادي يكون ملف أخطر من هذا. لهذا دعواتنا إلى جناب الوكيل العام رئيس النيابة العامة في الدائرة القضائية الناظور، باش يعطي التعليمات ديالو من أجل فتح تحقيق حول حيث الظاهرة نتاع هاد الأطفال القاصرين اللي كاينين في الشوارع، وهل تقف وراءهم عصابة إجرامية منظمة تدفعهم للتسول في الشارع العام، وذلك حماية لحقوق الطفل. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.